وتنصيبه الرسمي رئيس لأمن ولاية غردايا يحوز على مؤهلات مهنية وخبرة ناجمة عن تقليده العديد من المناصب القيادية، وأثبت جدارته كما وينتظر منه مواصلة الجهد والتفاني في منصبه الجديد. على هذا الأساس أتوجه وأطلب من كل منتسب أمن ولاية غردايا من إطارات رتبة وأعوان الالتفاف حول قائدهم الجديد، وفي إطار الاحترام المتبادل ما بين الرئيس والمرؤوس، كما وأطلب من الوافد الجديد العمل بكل حزم وعزم لتمثيل مؤسستنا الأمنية أحسن تمثيل، والعمل على تحقيق النتائج المرجوة في مجابهة الجريمة بمختلف أشكالها وإرساء الطمأنينة والسكينة العامة.